الحديث الآن عن تدبر القرآن وأثر التدبر على الترتيل، فنسأل سؤال، نقول هل نبرة صوت الحزين نفس نبرة صوت السعيد؟ لا تختلف. نبرة صوت الخائف هل هي نفس صوت المطمئن؟ لا هذه تختلف. إذا كنت الآن لما تمر على آيات فيها الوعيد والنار وجهنم، أو فيها عذاب الله عز وجل لأقوام سالفة وكذا، إذا كنت تعيش مع الآية لا شعوريا صوتك يتأثر، ليس أنت تتكلف هذا التأثر كما يفعل البعض، هذا خطأ، هذا تكلف ما تعيش مع القارئ. لكن إذا أنت عايش تقرأ من قلبك راح تتأثر لا شعوريا، جيد، لأنك في واقع نفسك داخليا خفت أنت، زين، لما تقرأ وما هي من الظالمين ببعيد تخاف، زين. العكس لما تمر أنت الآن بآية فيها مثلا وصف الله عز وجل، فيها صفات الله أسماءه الحسنى، أنت تقرأ تشعر شيء من الاطمئنان، تشعر شيء من الراحة، لاحظت؟ هذا واضح، هذا اللي يقرأ بتدبر. لما أنت تقرأ بآيات فيها الجنة ونعيم الجنة، أنت تقرأ بنبرة يعني المتشوق اللي يعني يتمنى يتوق إلى دخول الجنة، فهذه يقول بعضهم لا ما تأث ما ت... ما ت... يعني ما يظهر، لا حقيقة تظهر يعني، وأفضل من أظهرها حسب ما استمعت أنا، كل اللي يعني القراء كلهم يعني فضلاء ومشايخ كذا، لكن في قارئ، هذا القارئ بالنسبة لي أكثر قارئ يطبق الأمر هذا سبحان الله، اللي هو القارئ عبد الله الموسى، هذا قارئ عجيب، والله يا أخواني ما أبالغ، قارئ هذا عجيب، إذا قرأ الآيات فقط تستمع وعيش مع الآيات معك، شوف كيف سبحان الله يجعلك تعيش مع الآية، سبحان الله تدبرها وأنت ما تشعر، يعني هكذا تعيش معه سبحان الله. بعض القراء لا، بنظرة واحدة في كل شيء، في مر على كذا مر على كذا نظرة واحدة، فهل يؤثر هذا على تدبر؟ أكيد يؤثر، تدبر المستمع يؤثر، أحيانا تعيش وتتدبر ما تعرف السبب، لكن الحقيقة في سبب، في سبب أثر بك دون أن تشعر. لذلك شوف، أنا صليت قبل فترة بفضل الله في الحرم مكي، وكان يقرأ بنا شيخ ماهر الله يحبه، كانت قراءة في سورة التوبة، سبحان الله قرأ وجهين زيادة في صلاة العشاء، وجهين زيادة صلاة العشاء نادرة جدا، أغلب القراء يعني وجه إلا ربع وجه، الوجه في الكثير أقصى شيء وجهين وزيادة، تقريبا وجهين ونصف حدود هذا، الله أحبه ما شعرت بالصلاة أبدا، قرأ قراءة خارجة من القلب، نحسب أنها خارجة من القلب، جعلك تعيش مع الآيات. طبعا أنا لما أذكر عبد الله موسى ليس هو الوحيد، أنا أقول أكثر من، طبعا هو يختلف من شخص إلى آخر، بالنسبة لي أنا رأيت الشيخ عبد الله من أفضل الذين حقيقة يقرؤون القراءة التدبرية صراحة، وأيضا في قراءة لقارئ العلم مشهور يعني الشيخ المنشاوي، في قراءة يسمونها القراءة التفسيرية، سبحان الله يقرأ كأنه يفسر لك الآيات بطريقة ترتيل، وكتبت عنها في اليوتيوب القراءة التفسيرية. أما عبد الله موسى ما شاء الله تبارك الرحمن له مقطع في سورة الشعراء، الله يحبه، عدت هذا المقطع كثيرا ولا زال يعني أستمتع فيه سبحان الله، مقطع جميل 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 جدا، فارجعوا له واستفيدوا من هذه الطريقة في القراءة. أنا أنصح الأحبة طلاب يسمعون هذه الكلمة، أنا أنصح حقيقة وبقوة إنك تستمع للقراء اللي يعيشون مع الآيات حتى تستفيد من طريقة أدائهم
وتطبق هذا. طريقة الأداء صدقني تنعكس على تدبرك. يعني أنت لو أكرمت الله بترتيل جميل جدا، صدقني راح تتأثر وتعيش مع الآية، ويظهر أثر الآية عليك. لذلك الترتيل ترى ليس بالبسيط، يعني بعض الطلاب سهل في مسألة الترتيل، يا طالب شيء يسمع أو أقرأ. لا لا يا أخي، رتل. الله أمر قال ورتل، ها من يكمل؟ ورتل، ورتل القرآن ترتيل. أيوة رتل القرآن ترتيلا. وقال في آية أخرى ورتلناه ها ترتيلا. جيد، ترتيلة أي نعم. طيب إذا الأمر بالترتيل أشك، يعني لو لم يكن الترتيل أمر مهم جدا لما أمر الله عز وجل به في آية صريحة واضحة. فلا بد الإنسان، والرسول عليه السلام، شوف أزيدك بها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني شيء فيه تأكيد قوي جدا، أنك لا بد أنك تتغنى وتعيش وترتب. بعض الأخوة لما يقال له رتب يقول له صوتي مو جميل، ما هو صحيح، غير صحيح. أنت مجرد أنك ترتل صوتك سبحان الله يأتيه شيء من حسن القرآن. ولم يذكر النبي عليه السلام أن الترتيل خاص من هو صاحب صوت جميل. وكم من شخص، أنا من خلال تجربة رأيته يعني عند أناس، كم من شخص يقول صوتي غير جميل، ولما رتل ومع مرور الوقت والأيام يعني صوته شخص آخر أصبح. هذه رأيت أنا في بعض الطلاب اللي رأيت يعني يسمعون عندي. فبعضهم يكون ما يريد يرتل حياء، حتى انك تسمع نبرة الصوت واضح، نبرة الصوت جميل، تقول رتل يقول لا صوتي غير جميل. ما يعني ليس هو المسألة انه جميل، انت لما ترتل تعيش مع الآية. يعني مو شرط انك انا رتلت معناها اني، ايضا بعض الاخوه لما يعني يقال له يشجع على مساله الترتيب، انه مطالب انه يسجل تسجيلات وينشر في اليوتيوب وكذا. لا يا اخي، ليست لهذا، رتل لنفسك. يعني الواحد احيانا يصلي ما في احد يسمعه ومع ذلك يرتل. لماذا؟ لان الترتيل عباده، واضح. ولانك اذا رتلت استطعت تتدبر وتعيش مع الايه. أنا جيت الآن قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآن واحد. بقرة ثانية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه ثانية. ثالثة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثالثة، شوف في فرق يا أخي، والله في فرق. أنت جرب بنفسك وعيش للترتيل بنفسك، انظر كيف ينعكس هذا التأثير على تدبرك بالقرآن، تدبرك للقرآن، تعلقك بالقرآن، وعيشك للقرآن. أذكر فترة كنت أسمع عند أحد المشايخ الفضلاء، وأكرمني الله عز وجل إني أعرف عنده جزء بالترتيل، لأنك تسمع عند شخص غالبا إذا جيت تسمع ترتل. أما إذا كان الواحد لوحده اللهم المستعان يضعف أحيانا ولا يرتل. فسبحان الله، لما كنت أسمع عند ذاك الشخص يعني كل شهر تقريبا ختمة بفضل الله، شهر شهرين بالكثير 3 أشهر، لكن لما صرت أقرأ لوحدي وكنت أستمتع، والله إني كنت أستمتع، حتى أنه لا يعني وقت التسميع أذهب له شوقا متشوق، أعيش مع الآيات، أرتل كذا. لكن لما أصبحت وحدي وأقرأ بدون ترتيل، وأهم شيء إني أخلص الورد اللي عندي وخلص خلص، سبحان الله أسمع يوم أجلس لي 6 أيام 7 أيام ما أسمع، ثم اليوم اللي بعده 6 أيام 7 أيام ما أسمع. مسألة الترتيل يعني أمر ترى تعامل معه كضرورة بالنسبة لك كصاحب قرآن، تعامل معه كضرورة. ولذلك فإنك تجد الصحابة رضي الله عنهم والقدوات رضي الله عنهم أرضاهم
كانوا يعني لما تمضي أنت في أسواق المدينة، في طرقات المدينة، في يعني لا سيما في الثلث الأخير من الليل، تسمع التلاوات. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل القرآن في بيته، حتى كان الصحابة يتجمعون، بل كان المشركين يتنصتون للنبي ليسمعوا تلاوته وترتيله وحسن ترتيله. حتى قال الوليد بن المغيرة: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إلى آخر ما قال. فرتلوا رتلوا يا أصحاب القرآن.